موضوع السلسلة أولا أم الموازنة أولا، موضوع انطرح اليوم بالصحف، رح أسألك عنه من خلال ما أشارت له اليوم جريدة الديار عن خلاف مستحكم بهالموضوع بين مجموعة من الكتل النيابية ترغب بإقرار مشروع الموازنة العامة كبند رئيسي ومستعجل لأسباب اقتصادية، وبين مجموعة أخرى من الكتل ترغب بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب كبند رئيسي ومستعجل لمصالح انتخابية بالدرجة الأولى. التيار الوطني الحر من أي مجموعة؟ هيكي نحن أول شيء طبعا مع إقرار الملفين، هذه شغلة مهمة بالنسبة لنا. إذا كان ملف بس ولكن الموازنة طبعا إنه الموازنة هو من سنة يعني من سنين عديدة لم تقر حتى اليوم، وخلصت موازنة 2017. يعني إنه شو نحن مع إنه إقرار الموازنة 2017 والعمل كمان على إقرار موازنة 2018 على كل حال، يعني انشغل عليها على أساس طبعا العملية الإصلاحية اللي حصلت لحديت اليوم في كافة المجالات والوزارات. هلا الموضوع سلسله الرتب والرواتب اكيد انه كمان هذا موضوع اليوم ملف انه خلص، يعني انه كثير انحكى فيه وكثير يعني انصرف حبر عليه هالموضوع، وانا بعتقد انه هذا حق واحقيه على كل حال اليوم للموظفين وللمعلمين. تأمنت مداخيله؟ لا، ما هذا هو الموضوع اليوم، من هيك انه مطروح على اساس انه بالواقع انه ينبحث بشكل جدي بمجلس النواب. نعم. ويتم طبعا يعني الحوار حول هذا الموضوع والتداول حول هذا الموضوع بغية إقراره. نحن بالنتيجة مع إقرار الملفين، بس أنا بأكد لك أنه طبعا هناك في بعض القوى السياسية اليوم بالظاهر هي مع، ولكن بالحقيقة مين عم من قناتي من تغمس؟ أنا رئيس بري؟ زدت كلمة بهالموضوع رئيس بري؟ ولكن في البعض حقيقه لا انا ما قلت حدا ابدا الرئيس بري هو اللي عم اكثر المدافعين بيقول اليوم لرضوان عقيل انه هالموضوع يضعه سلسله الرتب والرواتب باول اولوياته، لن يسمح بالتلاعب بمصير سلسله الرتب والرواتب، وبيقول بعد بسم الله سيكون هذا البند رقم واحد بالجلسه المقبله ولا تهاون فيه، وأنا مع إقرارها اليوم قبل الغد والانتهاء منها. يعني الموضوع استوى، يعني حقيقة ما بقى يحمل على كل حال، خاصة نحن حقيقة الأمام يعني بالنتيجة دورة كمان تانية للامتحانات الرسمية، وهناك تهديدات صدرت حول هذا الموضوع، وأكيد أنه الكل اليوم منتظر أنه نخلص من هالملف هيدا، الكل منتظر. بتصور أنه لا رح بيكون بند أول، وأنا بعتقد برأيي أنه سيقر هالمرة. بيقول الرئيس بري لنقول نصيف اليوم معالي الوزير، المشكلة مش بأرقام السلسلة، لن نعود إلى هالسجال بعد كل لن نعود إلى هذا السجال بعد كل ما نسمعه من فضائح وصفقات من هنا وهناك وإهدار مشاعات ومساحات واسعة من البحر. هل يتحدثون الآن عن أرقام مضخمة؟ لم يعد أحد يحكي عن فضائح، كأن الناس تعودوا عليها. كمان رئيس بري هون من قناة من يغمز بهالاتهامات، يعني لمن يريد أن يسمع شو بدي أقول لك أنا، لأنه تعرفي الجميع معني، كل القوى وكل الطبقات، الطبقة السياسية اللي عندنا معنية، لأنه برجع بقول إنه ما لحديت اليوم ما كان في حقيقة صراحة، ما كان في مواقف حقيقية من تلك المواضيع المطروحة، ما كان في بحث جدي بتلك المواضيع إلا 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 عند بعض القوى مثل التيار الوطني الحر، يلي حقيقة نحن ورشة عمل كنا بموضوع إن كان بالموازنة، يعني بالواقع بعتقد إنه شوفالدو باتاي مثل ما بيقولوا، أو كأن كان بسلسلة. هل يشي الأمر بحرب باردة بينكم وبين رئيس بري؟ ليكي خليني أقول لك، لا الوضع اليوم على تحسن مستمر مع الرئيس بري، صار بالواقع اليوم حقيقة عم نطوي صفحة الماضي اللي كان بالواقع إنه الانتخابات هو كان يمكن أحد أسبابها، بس خلصنا من هذا الموضوع. ونحن بتعرفي قبل إنه الانتخابات كنا عم نعمل على إقرار ورقة تفاهم مع حركة أمل، وكان ما عادت رجع الموضوع، رجع مطروح للطرح من أول وجديد مشان حتى بالواقع نقدر نوصل للتفاهمات. البلد بحاجة لتفاهمات، بحاجة لاتفاقات سياسية بين الجميع، لأنه وإلا الدواعش ناطرين على البواب. الكتائب وين بكل هذا المشهد؟ سألوه الكتائب شأنهم هن انطلب منهم أن يكونوا بهالحكومة ويشاركوا بالعملية الإصلاحية بالحكومة وبالقرارات الكبرى، هن يلي أرادوا أن يكونوا، بعتقد يمكن يكون لأسباب يلي هن عندهم إياها. بيفصلوا هون بقصة أنه هن متباعدين عن السلطة
وليس عن رئيس الجمهورية، هيك قال اليوم الأمين العام للحزب المحامي رفيق غانم. سئل حول إمكانية اعتبار الرئيس عون طرف، قال هو يقرر إن كان طرفا أم لا، وهو رئيس جمهورية ويجب أن يمثل الضمير اللبناني. ممكن يكون في شيء مبادرة باتجاه حزب الكتائب بالمرحلة المقبلة؟ خليني أقول لك، نحن منفتحين على كافة القوى وعلى حزب الكتائب بالتحديد، يعني ما عندنا ولا أي مشكل حول هذا على الموضوع. أي أساس؟ بس ولكن مطلوبة بكشوف ما يكون حزب الكتائب أخذ قرار أن يبقى على موقفه الحالي وعلى تباعده الحالي مع القوى السياسية الأخرى لأسباب انتخابية قد تكون. شو بدي أقول لك أنا، يعني أنه الأول الانتخابات على البواب، يعني عم يعلموا مفارقة بينهم، ودائما بتشوف ما معنا حق نحن، شفتوا أنه نحن معنا حق، يعني عم بيحكوا لغازات اللي عم نحكيها بالنتيجة، أنه شو اللغة متباعدي، بس ولكن أنه نحن اسمنا معارضة، ما قلت لكم شفتوا؟ لانه عم بيقول عن النفايات عن البواخر، يعني عم بيقول لا هن كمان لا حرام، يعني هن ما كانوا مشاركين بالحكومه وقت كان الموضوع موضوع اللي استقالوا منا على خلفيه استقالوا منا على، يعني خليني اقول لك انه لك الكل بالعكس بهالظرف اللي احنا فيه حاليا بده يحطوا ايدهم ببعضهم كل اللبنانيين لحتى يقدروا يوصلوا لشط الامان وللحلول حول ملف النفايات وحول ملف الكهرباء بدون مزايدات. برجع بحكي المزايدات هي عم ترجعنا لورا. سؤال اخير اليوم، احمد الغز باللواء كتب انه زمن الخوف على لبنان، تشاطره هذا؟ لا انا ماني خيفان على لبنان، انا ماني خيفان ابدا، انا بعتقد انه نحن بالواقع اليوم بالعكس بظرف يعني متقدم جدا، يعني على صعيد انه بالواقع تغيير الواقع اللبناني الى الافضل طبعا، لانه اللبنانيين حقيقه ما بحياتنا شفنا تقارب لبناني على صعيد السياسه مثل ما عم نشوفه اليوم. اوكي، بدليل وجودي انا كمان بالتلفزيون. اهلا وسهلا فيك، ولا مره اصلا غبت عنك. لا بعرف حتى بعز انه دائما طلعات ونزلت بالنتيجه، بس هذا اليوم دليل تقارب، وعلى كل حال على تلفزيونات كمان الاخرين عم نشوف اليوم شخصيات سياسيه كانت متباعده بالامس عم تكون موجوده كمان اليوم، وهذا شغله كثير منيحه. الكتائب كمان بتصور انه عم يشاركوا بالطريقه ذاتها بكافه الاقنيه والبلاتو التلفزيوني، ما فيها اي مشكله عندنا، هالمره متقاربين لبنانيين، وان شاء الله تضل هالنعمه موجوده لحتى نقدر بالواقع نخلص بلدنا. برجع بقول اليوم في موضوع امني اساسي عم بدق لنا بوابنا، يجب ان نكون متحدين للتصدي لهذا الموضوع لمواجهته. دكتور ماريو عون، شكرا جزيلا لحضورك بهالمناشده. نوصل لختام الحلقه، اهلا وسهلا فيك، شكرا للمشاهدين والى اللقاء.